أعلنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج أن جميع السلع الغذائية والاستهلاكية المربوطة على بطاقات التموين متوفرة، وأن صرفها متاح لكل المستفيدين من بطاقات التموين. هذا وتشهد الأسواق والمتاجر التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة توفر جميع السلع الغذائية في ظل تنظيم عدة حملات للرقابة التموينية لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة للمواطنين. هو الحمد لله في خلال الفترة دي الموجودة السلع متوفرة بكافة أنواعها ومن أكتر من مورد، بحيث إن المستهلك أو التاجر هيختار النوعية المفضلة بالنسبة له، فما فيش أي نقص في خلال الفترة دي الحمد لله. السلع اللي موجودة سلع المنظومة بالكامل، القائمة اللي موجودة عند حضرتك أي صنف موجود داخل المخزن ومن أكتر من مورد، بالإضافة للسلع الحرة تانية اللي بنشتغل فيها في الهيابر اللي بتشتغل بتدخل في من ضمن ال 100 جنيه المنحة الإضافية الموجودة هنا. فالحمد لله في خلال تلك الفترة ما فيش أي مشاكل في تواجد أي سلع معينة، لا بالنسبة للمستهلك عن طريق الدفع النقدي في التجزئة والهيابر اللي هي الخاصة بالشركة المصرية، أو عن طريق تجار التموين ضمن المنظومة التموينية.